السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الاحداث اللي طراو في عاشوراء لهذا فاللي بغيت نقول لكم ان يعني هذا النهار هذا المعلومه انا غنقولها، كاين بزاف اللي غادي يقولوا هادشي هذا راه كنعرفوه، ولكن لا، راه بزاف اللي ما كيعرفوش هادشي هذا. فالنهار ديال عاشوراء هو النهار اللي نجا فيه، يعني نجا فيه الله سبحانه وتعالى موسى من يعني من البطش ديال فرعون. فهاد النهار هذا خصنا نحترموه، واحد النهار اللي الناس بزاف كيكرموه كيصوموا فيه كيحتفلوا فيه، لانه واحد النهار ديال الفرحه، كيشريو فيه شويه ديال اللوز كركاع، تيديروا واحد البلا عائلي كياكلوه مع بعضياتهم، وكيحتفلوا بواحد الطريقه اللي هي يعني محترمه، وكيحترموا يعني الحرمه ديال هاد النهار هذا. فمؤخرا في المغرب يعني عام ورا عام، ولا هاد النهار هذا ماشي هو النهار ديال الصوم وديال الاحتفال، وحتى في التقاليد ديالنا القديمه فكان واحد الاحتفالات زوينين، يعني كانوا الناس في البوادي حسب داكشي اللي كانت كتعاود ليا جداتي، فكانوا كيصايبوا واحد المونيكا كيبقاو يشطحوا عليها، ويعني كيكونوا الدراري الصغار مع بعضياتهم تعارج، وكيديروا واحد الجو زوين، وفي الاخر كتجمع العائله كامله كيديروا داك البريري ديال اتاي، كياكلوا هذاك الشيء اللي قسم الله، وكل شيء فرحان وكل شيء كيمشي في حالاته كينعس. فمؤخرا بدا هذا الشيء ملي دخل هذا الشيء ديال القنبول، كي الناس كيولاو عاشوراء عندهم هي القنبول، هي يفرقعوا الجرانات، يفرقعوا يعني القنبول في الزنقه، يديروا نجيو عباد الله. ها هي الطريق، شو قداش واقفه، ما تيدوز حتى شي واحد، هادو هازين القراعي ديال المرقاطه والحجر تيهرسوا الطوموبيلات ديال عباد الله، راه حشومه عليهم هاد الشيء. ولاو ما كيحتارموا يا لا الناس اللي خدامين، لا الناس اللي عندهم دراري صغار، لا حتى شي حاجه. ومن فوق هاد الشيء كامل، فكما شفنا ذاك العام وقعوا بزاف ديال الحوايج خايبين، يعني كان واحد الدري صغير باقي جون توفى في درب غلف في الدار البيضاء، كما كتعقلوا راه كانت تفرقعات عليه غرناده. فهاد الشيء هذا ما وقف حتى حاجه، يعني بالعكس هاد العام هذا وصلوا يعني وصلوا لواحد النيفو طالع، اللي ولاو تصادمات ما بين الرجال ديال الامن ومع الدراري الاخرين. فهاد الشيء هذا كيأسفني بزاف، لان واحد النهار اللي كما كنت كنعقل عليه فهو كان واحد النهار زوين بزاف، فردوه واحد النهار اللي غادي يبدا يتخوف منه كل شيء، بداو يتخوفوا منه العائلات، بداو يتخوف منه اي واحد، يعني كما بغى يكون نوع العاشوراء هذيك قديم شحال هذيك، كنا تنحتفلوا مع الاجداد مع الوالدين مع الخوت، كان داكشي باحترام ونظام، وكان تبارك الله حنا الدراري الصغار ديك الساعه اللي ما تنعقلوا كلشي كان زوين، والفاكهه تبارك الله والدراري فرحانين وكلشي كاين. دابا خاين الوقت بدات، ولا الطريق دابا تتقطع، الامن ما كاينش، الوقايه المدنيه والقوات المساعده والشرطه هذا هو الدور ديالهم، خصهم يكونوا دابا في بيكي في هذه الوقيته هذه، ودابا الطريق تقطعات كما تتشوفوا، حاجه ما خايف عليكم اللهم ادم. فكما قلت لكم فريمون هذا الشيء كيأسف، يعني ما تنساوش بارطاجيو معايا لي زيدي ديالكم، وتعاودوا لي بالنسبه لكم كيفاش كان هذا النهار هذا وكيفاش ولا، فهذا الشيء هذا واش عجبكم ولا ما عجبكمش. فانا بالنسبه لي ما عجبنيش، لان شو هو واحد النهار اللي كان يعني عنده واحد البعد ديني، وعنده واحد البعد في التقاليد ديال المغرب،
اللي تشوه يعني، ولا واحد النهار اللي غادي يبدا بنادم يخاف منه، يعني اللي عنده شي دراري غيولي يخاف عليهم، اللي يبقى عليهم شي حاجه، يعني اللي خدام غادي يولي واحد النهار اللي غادي خصو يصبر فيه لان فيه تبرزيط، غيولي واحد النهار اللي خايب بالنسبه للرجال ديال الشرطه ورجال الامن والناس اللي كيبغيو يحافظوا على الاستقرار ديال المدن وديال القرى. فهاد الشيء هذا كيأسفني. الى عجبكم هذا الفيديو وعجبتكم الهضره اللي قلت، ما تنساوش تبارطاجيوها باش يوصل هذا الميساج لكل شيء، وباش نوقفوا هذه الحاله اللي وصلنا لها. ف لان هذه الحاله هذه ما يعني مؤسفه، وحتى شي واحد ما كيتقبلها. تهلاو.